رغم انحسار جائحة كورونا يعود اسمه أنتوني فاوتشي للأوساط مجدداً، فمن منا لا يذكر هذا الاسم خلال فترة انتشار كورونا؟ فهو الذي كان يطل بتصريحات شبه يومية بصفته مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة. فاوتشي عاد هذه المرة بتصريح صادم مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي وضعها هو بنفسه كانت دون أسس علمية. وفي جلسة استجواب في الكونغرس فاوتشي قال أنه لا يستطيع تأكيد أن لقاحات كورونا أوقفت حتى انتشار الفيروس بنسبة 100%، كما نفى أن لقاحات كورونا لها آثار جانبية مستدامة على مستخدميها. هذه مسألة معقدة. أول نسخة من اللقاحات لم تكن لها أضرار جانبية عالية وساهمت في منع انتشار الإصابات، ومع مرور الوقت أصبحت العدوى محدودة. لا يمكن التأكيد بأن اللقاحات منعت الإصابة بكورونا بنسبة 100%، ومع الوقت أثبتت الأدلة والتجارب أن اللقاحات لم تكن لها آثار جانبية أو أضرار مستدامة.